مرحبا في الهيمالايا. المنفي تصدقوا بيسموني المنفي حب؟ ده شكل واحد منفي ده. هم ليه ما يسمونيش المنفي الحبوب او المنفي السعيد؟ بالذمة ده كلام؟ ده انا حبوب. جيلاتي؟ لا 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 ما تقلقش، ده ليمون. تاخد انت عملاق جيلاتي. انت شفتها كانت بتبص لي ازاي؟ يا غلبان انا مقدر، مش سهل انك تتنفي. عندك مثلا ابو رجل مسلوخه اول ما اتنفى عمل طاقيه من ورق شجر بودره العفريت ولبسها فوق دماغه وسمى نفسه المهراشه. مش هيبقى صعب تعيشوا هنا، انتوا مبخاتين. هو في اكتر من كده حظ ان حد يتنفي مع صاحبه؟ لا انا ماليش اصحاب. يوه انا افتكرتكوا اصحاب، اصلي اتصورت كده لما شفتكوا حاضنين بعض في التلج يعني. لهبل الشحط ده ضيع مستقبلي. والسبب ايه؟ طفله تافهه بسببك اتشحطت في ارض الضياع والتلج. الضياع؟ قصدك تقول ارض الاحلام؟ انت مش عاجبك التلج المدهش ده؟ ها؟ ايش حال بقى لما تشوف القريه؟ منظرها ملوش حل، ولا حليب البقر القطبي اللي ببلاش؟ ايه انت قلت ايه؟ الحليب مش سهل تحلب بقره قطبيه، لكن بعد ما تنظف الحليب من الشعر بيبقى تحفه. لا لا قلت قريه، فين فيها اطفال؟ اطفال طبعا، متدلعين مخربشين بيرقشوا الزلط. وهي فين؟ إيه حيلك، دي تحت في الوادي، تاخد 3 ايام ماشي. 3 ايام لازم نروح لها دلوقتي. عايز تروح القرية؟ ماشي، أول قاعدة عندنا على طول، لا مستحيل تخرج في عاصفة. لازم نروح لبوه. بوه وكارثتنا دي من ساعة ما شرفت البنت دي ما بقتش تسمع كلمة مني. شوف حدفتنا لفين. كانت أرقامنا قياسية يا شلبي، كنا ندخل التاريخ. ما عادتش حاجة تهمني. ما عادش بيهمك؟ لحظة واحدة، ما عادش بيهمك؟ جميل جميل، حاجة كويسة، أخيرا الحقيقة بانت. يو بقى ده كلام؟ إيه ده الجيلاتي خلص؟ أنا هخرج برا أملالي قرطاسين.